تعور. انزل انزل انزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسي عليكم بالخير ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي زكريت. نفس ما انتم تعرفون هذا البرنامج راح يستمر معاكم من 8 لين 18 الشهر بإذن الله. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، حضورنا الكريم ومشاهدينا الكرام. مثل ما قال أخوي صباح، طبعا من 8 لين 18 كل يوم الجوائز دائما تكون متواجدة معاكم في برنامج زكريت. مساك الله بالخير يا جاسر، شلونك؟ الحمد لله. شوف يدك مجروحة الظاهر، مشد الحبل من أمس. لا شيء ثاني إن شاء الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. اليوم يا خالد وجاسر نفس كل يوم، واليوم حضورنا الكريم ومشاهدينا الكرام معانا ثلاث فئات من جوائزنا نفس ما عودناكم. صناديق المبيتة هي أعلى الفئات قيمة وجوائز. نفس ما أنت تشوفون هالصناديق، نفس ما نحن نعرف كلنا، هذه راح تكون إن شاء الله بدون احتمالات. سؤال بدون احتمال، لكن مع أن الصرر الحين لكن لا تفتحها. سمعنا سمعت الصوت يا صباح. نفس ما احنا نعرف الصرر هذه راح تكون حق القنوع، نفس ما قال خالد أمس. وأنا أسمعك يا خالد، سمعتك تقول هذه الصرر حق القنوع. القنوع والقناعة كنز لا يفنى أكيد. فالصرر هذه راح تكون مهداة لكل الأشخاص، لكن بدون سؤال ولا احتمال. شيء الأخير يا خالد، قول لنا عن المخالي. هي المخالي، طبعاً المخالي راح تكون جوائزها بين الصرر وبين الصناديق المبيتة، ولكن أسئلتها راح تكون متوسطة وبيكون عليها ثلاث احتمالات لمن يختارها، يختار من بينها الثلاث احتمالات. طبعاً دائماً نقول أن الصناديق المبيتة هي الجوائز الأكبر، مثل ما شفنا البارحة طبعاً غانم العمري ما شاء الله الله وفقه البولارس. وخذ البولارس، لكن يا خالد إن شاء الله أن اليوم حد ايضا انه يتحمس ان شاء الله وياخذ له بعد شيء مثل بولارس بدالها بولارس، نفس ما احنا قلنا اكيد. واحنا مستعدين اللي ياخذ السياره احنا بنجيب بدالها سياره، ومستعدين طول الايام الجايه تكون سيارات مختلفه موجوده وتروح حق الجمهور باذن الله. لازم نرحب في اخونا وزميلنا راعي البحر ناصر بن مبارك الخليفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مرحبا يا مبارك. اليوم السيارة مو موجودة هنا. لا البولارس اليوم موجودة. مساكم الله بالخير. أنت ما تجيب إلا الخير يا مبارك. يستاهلون. يا مبارك. كيف حالك؟ أمورك طيبة يا مبارك. اليوم المحار موجود وفالكم طيب إن شاء الله. وأنا مبارك. جاهز. أنت البارحة غانم فاز معاك بالبولارس. أبشرك يالس يستعرض في سيلين. الله يحفظه إن شاء الله. طيب. الله يحفظه. جاسر ولا تهون، نبغي رقمين الحين عشان نبدأ أول مسابقة عندنا. تفضل. نقول بسم الله. طبعا خلنا نشوف القرعة يا خالد. أي. بس نذكر حضورنا ومشاهدينا بأن أمس مثلا بدينا مع الطير المناسب على الوكر المناسب، مش بالضرورة أن اليوم يكون النظام مثل ما هو. المسابقة راح تتغير، راح نختار شخصين، وبعد ما نختار الشخصين راح نعلن عن نوع المسابقة. الرقم معانا لليوم رقم 60. 60. الرقم 60. رقم 60. موجود ولا موجود؟ يا مرحبا. هذا موجود. حيو. ثاني رقم يا جاسم. لعوستك. يا مرحبا. مرحبا. حيا. سيك من نور وسرور. يا مرحبا مسلا، كيف الحال؟ أو شو ورنا الرقم؟ موجود. طلع للكاميرا. أول مشاهدين. الرقم 60. في البداية أول شيء ودنا تعرفنا باسمك. راشد بن حمد. راشد، يا مرحبا يا راشد، مستعد للفقرة الأولى اللي للحين أنت ما تعرف شنها؟ مستعد إن شاء الله. كفو تحريبها. بس جاسر. السؤال راشد لياقتك شلون؟ ما عليه. في أبرك إن شاء الله. لياقتك جيدة؟ الله يوفقك إن شاء الله. جاسر أمورك شلون يا جاسر؟ جاسر متلعب. الرقم الثاني ولادته كانت صعبة شوي، ولكن طلع أهم شيء. الرقم الثاني معانا 206. 206. خالد أنا خليني أقول لك شيء، من أشكالهم شكلها المنافسة بتكون قوية. شكلها منافسة فعلا، راح تكون منافسة قوية. لعلمكم مشاهدينا الكرام، يا مرحبا حياك، تفضل.
لعلمكم مشاهدينا الكرام، هالمسابقة راح تكون جديدة وأول مرة. سكر تلفونك، شكله شافوك في التلفزيون وكلموك. هذه المسابقة راح تكون جديدة وأول مرة. تعرفنا على راشد؟ راشد. 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 أنت حزين، جاي الستيج وحزين. اسمك؟ حمد المري. حمد جابر المري. والله نعم. حيوا حمد يا جماعة، خلوه يبتسم شوي. إيه يبتسم. جاهزين يا الربع؟ صباحا خليك انت تعرف المسابقة هذه. توكل على الله. هذه المسابقة مشاهدينا الكرام وحضورنا الكريم، انتوا امس شفتوا صد برده ركيض يروحون يرجعون، هالمرة صد برده لكن بطريقة ثانية، شلون يا خالد؟ بتكون سباق على ساق. يعني الله يعينكم، سباق على ساق. يعني جاهزين؟ ها شلون؟ على رجل واحدة. ما اقولش. خلاص توكل على خالد، انا بروح منك. توكل على الله. بس خلني اعطي، نبذه شوي عن قانونين سريعين. اول شيء الغتره على راسك، هذا رقم واحد. ما تطيح غترتك على راسك، ما تطيح. اذا طاحت كيفك، اهم شيء عقالك على راسك، هذا رقم واحد. رقم اثنين، القانون الثاني، رجلك ما تنزل. اذا وصلت قبل خويك لكن رجلك جت الارض فانت خسران. اللي متاخر لانه رجله ما زخت الأرض هو الفائز. واضح القانون؟ يسأل راشد يقول بنعان الله يكرمكم يكرم السامعين والمشاهدين ولا بدون؟ اللي ودكم بصركم يا الربع، اللي ود الله يكرمكم بنعان. لكن يا خالد راحتة. أهم شيء الغترة تكون موجودة. الغترة أهم شيء تكون على الرأس. آفي. واحد على يمين واحد على يسار، ورتنون يا الربع. حمد وراشد. ها؟ حياك. على رجل وحده تلمس يد صباح وترجع مرة ثانية على جاسر. رجل وحده جاسر صباح. جاسر يا الربع، احنا نبغي لجنة تحكيم قوية شوي لأنها أول مسابقة بالنسبة لنا في برنامج زكريت، ونبغي الرقابة تكون دقيقة. أنا بركز عليك أنت يا حمد، إذا رجلك انزلت في الأرض بحسب لك كم مرة تنزل. إذا أكثر من راشد أنت خسران، والكلام أيضا موجه لك. جاهزين؟ صباح جاهز؟ واحد اثنين لا أقول ثلاثة تمشي. واحد اثنين ثلاث. سالم سالم. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك على كل حال، بيض الله وجهك. مشتاط راشد. حمد تعال تعال. حمد يقول مبروك. تعال. أول شيء عطى المايك، طمن عليك. أول شيء أنت بخير؟ إن شاء الله. طمن صبر خالد، طمن رفيجك اللي اتصل لك، قول له أنت بخير. إن شاء الله. أمورك طيبة؟ بشرك. الله يحفظك إن شاء الله، ما قصر. بيض الله وجهك، حافظ على كرتك يا راشد، راح تدخل إن شاء الله معنا السحب بإذن الله. حمد حياك في النص بيننا. يا مرحبا يا حمد، شلون كانت المنافسه؟ انا اول شيء اشوف رجلك ملفوفه، سلامات عسى ما شاء. والله كنت في النادي وتعورت صوت. يعني ما شاء الله تبارك الله، رجلك ملفوفه وفزت على راشد، ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظه. ما شاء الله تبارك الرحمن. انا عارف ان عينك حاره يا صباح. لا عينك حاره خالد، عيني اللي حاره ولا انت؟ تخلينا اقول سالفتك. لا 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 خلاص يا يستر. طيب حمد، مثل ما قلنا عندك ثلاث خيارات، اما الصناديق المبيتة، وهي طبعا سؤالها بيكون بدون احتمالات لكن جوائزها عاليه جدا، او المخالي طبعا مثل ما تعرف، قرب شوي قدم لان ترى حر هنا يا اخوي. المخالي وضعها طبعا راح تكون اسئلتها اسهل شوي، او بيكون السؤال اسهل لان فيه ثلاث احتمالات. نعم. طيب وجوائزها أقل شوي لكن جيدة. وعندك الصرر. الصرر حق القنوعين. ها اختار. شو اختار؟ المخلاة. توكل على الله. نبغي المخلاة. المخلاة. جاهز للسؤال. مع احتمالات. السؤال راح يكون مع احتمالات مشاهدينا الكرام وحضورنا الكريم. السؤال هو جغرافي إغريقي ذكر اسم قطارة أو كتارة في خريطته المسمى لبلاد العرب، من هو؟ الاحتمالات، خالد حط المايك. الاحتمالات هو أرسطو،
سقراط بطليموس. أرسطو سقراط بطليموس. سقراط. ها سقراط. شنو الجواب؟ قول ارفع صوتك. سقراط. سقراط. والإجابة خاطئة مع الأسف. الجواب الصحيح بطليموس. أنا كنت أتمنى من الحضور الكريم يعني التزام الصمت لأنكم يعني ما ساعدتوا رفيجكم فأعطيتوا معلومة خاطئة. يمكن نقدر نقول دائما أسئلة الاحتمالات إحنا طبعا خلاص أعتقد لأن خربت أنتوا اليوم على حمد. هو اللي خرب عليك ولا هذا قرارك أنت؟ لا والله قراري وبعد منا شجعني الجمهور. بيض الله وجهك على كل حال. حافظ على رقمك إن شاء الله وأيضا راح يكون في سحب لك. نحيي الله يحفظك بالتوفيق إن شاء الله. الحين خلصنا من الفقرة الأولى سباق على ساق وانتظروا فقرة جديدة في هالحلقة بإذن الله لكن بطريقة أخرى إن شاء الله. الآن مع فلق المحارة وأخونا الكبير ناصر بن مبارك الخليفي. حياك يا مبارك يستاهل. جاسر رقمين يا جاسر. أنا قلت اللعبة الجديدة حي خلي يلعبونها. ساعدك مبارك. أول رقم. أول رقم معنا اليوم 148. 148. رقم 148. 148. وصل. خذ الرقم الثاني يا جاسر. يا مرحبا. مسيك بالخير. مرحبا ومسهلا. حياك. كيف حالك؟ يلا حيا. الله يبقيك. شلونك؟ الله يبقيك. عظم نفسك بالحياة. ماشي. عايض المريض. صباح النحار. يا مرحبا يا عايض. عايض شلونك مع البحر عايض؟ شوي يتوخر يا خالد استشار الكاميرا. طير بر. طير بر. طيب والبحر شلون؟ والله ما عندي خلفيه فيه ابدا يعني نادر شوي. طيب شفت حلقه البارحه؟ لا والله ما شفت. طيب الحلقه الاولى ما شفت البرنامج هذا ما شفت. ما قد شفت حد قدامك يفلق له محاره؟ الرقم الثاني جاسر. جاسر الرقم الثاني. الرقم الثاني معانا 242. 242. وين اللي وقف وقعد هناك؟ موجود ولا مش موجود؟ ناخذ رقم ثاني. خذ رقم ثاني يا جاسر. خذ رقم ثاني يا جاسر. ناصر ايش رايك تشرح له بطل ما يجينا الرقم الثاني؟ يقول طير بر. عاد ما يصير طير بر خلاص الحين يعني هذه ما يبي لها شيء. انت طير بر ومبارك همور بحر. لا ما عليك خوف ان شاء الله مبين عليك ان شاء الله بس اخذوا الرقم يلا علشان اشرح حق الاثنين توكلوا على الله. 228. 228 موجود اللي فسخ الجاكيت ايش سالفته؟ 228. اكل بطل هذا هو. مرحب عادي ايش حالك؟ طير بحر ولا طير بر؟ شلونك؟ يلا حي نعرف اسمه. ناخذ اسمه؟ شاهين جابر المريحي. علي؟ شاهين جابر. شاهين؟ ايه شاهين جابر المريحي. علي 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 شاهين. شاهين شاهين ولا علي؟ شاهين. يا مرحبا يا شاهين. والله نعم. مالك شاهين طير. طير بر ولا بحر يا شاهين؟ شل التليفون حطه في مخباك. تعال مني شوي. ركزوا وياي. هذه المحارة هذه السكين. حط المحارة في يدك اللي أنت ترتاح لها واليد اللي تقاويها يعني اللي تقاويك اللي أنت تقوى عليها. أنت على راحتك إذا أنت أيمن ولا أيسر. يا علي شد حيلك. ها شاهين كابو وإن شاء الله أنك تغدي شاهين بحر ما عليك خوف. شد حيلك. هذه السكين تحطها بس هني داخل وتفتح كذي تفر هذه المحارة كذي بس. سهلة؟ ها؟ سهلة ولا صعبة؟ يقول سهلة ما يبي لها شيء. الملاحظة أهم شيء
ركز على اللي مفتوحة شوية، ركز على اللي مفتوحة شوية وبعدين خذ الأصعب، يعني أول شيء السهل توكلوا على الله. كل واحد مبارك اتذكر بالقوانين بس في وقت الوقت الوقت دقيقتين 10 محارات إلس سم بسم الله خليك جاهز لا تبطل لحظة خذ المفلقة يا ود المفلقة جاهزين جاهز يا شاهين جاهز. سمو بالرحمن 1 2 3 سمو بسم الله كفو 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 الله يعايض الله يعايض بطل ايوه عادي يا شيء شوي شوي كمل كمل ايوه حاسب عليك كفو كفو عليك كفو يلا شوي شوي شجعوه 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 كفو عندي هنا 2 ما شاء الله باقي دقيقة وعشر ثواني ما عندك مشكلة شوي شوي افلق المحارة عدل وطالع يمكن الدانة داخل دقيقة يمكن الدانة داخل ايوه ابعدي ابعدي كفو كفو يا عيال 50 ثانية احنا نبي غيص ويانا شجعوا شجعوا يستاهل 40 والله انه بطل ابعدي 30 لا تطالع ما عليك لا تطالع شاهين انت حط المفلقه داخل من البوز من قدام ايوه ابعدي ايوه هذا مفتاح السر 20 ايوه بس توكل يلا 20 ثانية باقي كفو آخر 3 ايوه 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 خلاص انتهى الوقت خلاص 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 نزلوا بيض الله وجيكم بيض الله وجيكم الله يعطيكم العافية مبارك عندك شكلك مبارك أبشرك إن فيه خليفة حق ناصر الخليفي إن شاء الله بيكون ناخذه شاهين شاهين الحين بنحسب إن شاء الله خلنا نحسبه طبعا شاهين عنده محارة واحدة شوفها للحم جاهز يا شاهين وخر عن الكاميرا محارة واحدة شوي شاهين بقيت عند شاهين اللي ما فتحها طبعاً ما في لقاهي والوقت خلص عليه وهني واحدة ثنتين ثلاث أربع خمس عز الله أنك صادق 6 أنك طير بر عز الله أنك صادق لكن إحنا نقول لك معوض خير وفالك طيب الرقم خلي عندك والأيام الجاية إن شاء الله البحر مالك نصيب فيه خلك البر وأنت طير بر مثل ما قلت ومعوض خير إن شاء الله شاهين فاز تستاهل يا شاهين وأنت غيص في محمل الريان إن شاء الله كفو كلنا طبعاً هالبحر أنا ما أقول وهالبحر بنفس الوقت يا صباح أكيد نعم أنا ما أقول غير بعدي يا شاهين وبيض الله وجهك بيض الله وجهك مبارك أنت بس أول شيء بسألك أنت ليش تقول يعني هالبر يعني أكاك ما شاء الله بدعت وفزت على أكبر منك وهذا الدليل ان احنا كلنا هالبر وهالبحر في نفس الوقت صح ولا لا انا عندي طير واحب البر كان عندي طير وموت لكن انت ما شاء الله الحين بمبارك قال لك تدخل مع بمبارك ان شاء الله السنه الجايه معاك يا بمبارك في محمل الريان ان شاء الله مسجل قيص عندنا في المحمل كفو خالد الحين تعال قدام يعني انت تقول قبل شو شاهين طيرك مات ايه تبغي طير غيره ان شاء الله ها ان شاء الله كان اسم طيرك ايش كان نوعه كان واكلي بس انا ما كنت سمع ما سمعت ارفع راسك وارفع صوتك عادي كان واكلي لكن ما سميته ما سماه يستاهل ابشر بالعوض اذا فزت ان شاء الله ابشر بالعوض اذا فزت عندك الصناديق لمبيته وابشر بالعوض اذا ما فزت هكا ابو محمد يقول لك خلاص لك طير
من ابو محمد عاد مو بقايا. طيب عندك صناديق المبيته طبعا مثل ما قلنا قبل شويه شاهين ان اسئلتها لا ترجع قدم ليش قاعد ترجع اخر عن المحار زين قربوا شوي الربع عشان يلا. بس نكون في نص الاستديو عندك صناديق المبيته سؤالها بدون احتمالات لكن جوائزها عاليه المخالي طبعا اللي هناك المخالي هذه الله يسلمك جوائزها حلوه لكن اسئلتها فيها ايضا احتمالات ثلاث احتمالات وعندك السرر اذا تبغي لك تبغي تاخذ لك سره فيها فلوس وتوكل على الله عاد السره ما يندرى كم فيها يمكن فيها 1000 ممكن 5000 3 5000 الله العالم ايش تختار مخلاه شلون مخلاه يبغى ياخذ المخلاه توكل طيب. على الله راح اسالك سؤال وما راح اوري حق الجمهور راح اوريك اياه بشكل مباشر زين وابغيك تقول الجواب بعطيك الاحتمالات وابغيك تقول الجواب يا ود امسك في لا 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 لا, لا, لا ما ابيك تقرا السؤال عشان ما حد يعطيك اجابه غلط هذا هو السؤال احتمالاته 2006 ولا 2003 ولا 2001 طبعا السؤال ظاهر امامكم مشاهدينا الكرام على الشاشه خالد صبر شوي اللي قال 2006 ايش درى بالسؤال غلط انا هنا اقول لكم انا اعطيتك احتمالات يلا انا ما شاهين مشكلته في كلمه هو مو فاهمها وما يعرفها طيب حاسب لا ترجع وايد لا ترجع وايد اذا السؤال هذا هو قدامك وعندك ثلاث احتمالات 2006 ولا 2003 ولا 2001 اختار 6 3 ولا 1 ستة. السؤال هو في أي عام تم الاستفتاء على الدستور القطري 2006 ولا 2003 ولا 2001 2001 شنو جوابك الأول ايش قلت جوابك الأول وش كان 2006 لكن أحب واحد 2001 خالد الإجابة مع الأسف خاطئة الإجابة هي 2003 وللمرة الثانية مشاهدينا وحضورنا الكريم أنا أقول لكم وأقول حق اللي بيطلع اللي متأكد لا يقول الجواب صح ولا حد يتكلم لكن مو متأكد يا الربع يهدى خلاص مشتطين الشباب ضيعتوا على مسكين فاز بس بيض الله وجهك صراحة ورحم الله والديك وجهك يا بيض توكل على الله والطير إن شاء الله جايك بيض الله وجهك مشكور حيو بعد ما خلصنا من شاهين نروح فاصل قصير مشاهدينا الكرام نرجع نكمل معاكم برنامج ذكريت انتظرونا حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام وحضورنا الكريم طبعا نذكركم بان ما زلنا متواصلين في ثالث حلقات برنامج سكريت من درب الساعي في خيمه الفريج من بدايه البرنامج طبعا اليوم مرينا على مسابقتين سباق على ساق وفلق المحار لكن للاسف ان اللي يفوزون يختارون خيارات صعبه وما يكونون قنوعين يا صباح وياخذون لهم صره ويمشون لكن دائما الطموح عالي والطموح ساعات يصيب ولا خيب طيب نكمل الحين راح ندخل طبعا راح اوكي خلنا اول شيء نقول حق جاسر ولا تهون تسحب لنا رقمين ان شاء الله الحين بنشوف الرقمين نفاجئهم خلي يجونا عشان نقول لهم المسابقه بنشوفها لكن بعد ما نشوف القرعه هذه صباح مرحبا أوكي. الرقم الأول معنا رقم 170 170 رقم 170 وين 170 وين موجود ولا مش موجود أيوه مرحبا حياك خلينا نشوف الرقم الثاني يا جاسر يا مرحبا نسيت بالخير حياك الرقم الثاني رقم أربعة رقم أربعة رقم أربعة ما شاء الله بدري رقم أربعة موجود أوه
خالد خلاص منافسه شكلها مش قويه. قدم شوي ولا تهون. حياك يا مرحبا. ايوه ايوه اكيد. شلونك؟ مرحبا مرحبا. حياك حياك. قرب هني. تعرف على اسمك؟ صالح بن فرج العجران. صالح والله نعم يا صالح. حياك. انت تعرف على اسمك؟ ياسر. مبروك الكربي. ياسر ياسر صالح وصالح وياسر ياسر وصالح. طيب مسابقه يمناك. مكاسر مكاسر. خلنا نشوف. تفضلوا تعال. طبعا احنا يعني قلنا الحمد لله صراحه ان طلعت يعني الـ 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 الاعمار والاحجام ايضا الطاقات يعني الطاقات متكافئه. ايش رايك؟ الاجسام متكافئه. صباح صباح. بنخلي مبارك هو اللي يحكمها. مبارك مبارك خبره. تعال مبارك راعي البحر بعد ما شاء الله لازم تكون يدي تاخذ النص بينهم. هني مبارك. يلا حيهم. يا مرحبا. فالكم طيب. هذه 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 الاشارتين هي النقطة الصفر اللي بتوصل يد الثاني طبعا هو اللي بيفوز. اي يلا حطوا يدكم سموا بسم الله. ويقدرون بعد مثلا يد اليسار يمسك فيها هذه على اساس انه يشد هم الاثنين ولا ورا ورا؟ ليش لا لا لا. طيب لا اوكي لا. يدك ورا. اي نعم يدك ورا. سموا بسم الله. حكم مبارك. صبر صبر لحظة 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 لحظة. اهدوا 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 اهدوا. الكل ناوي على البحوض. ناويين الربع على البحوض. يا الربع تذكروا يمكن فيها بحوض يمكن فيها بولارس يمكن فيها طير. عدل يدك عدل يدك اثنينكم. عدوا صبروا صبروا. بسم الله. ها عد عد يا ابو مبارك. عد يا ابو مبارك. بسم الله. صبروا. شو اسمك انت؟ صالح. صالح الله يوفقك ان شاء الله وتستاهلون وفالكم البيرق. واحد اثنين ثلاث. تذكروا تذكروا ان فيها يمكن بولارس. شد حالك. تذكروا ان فيها جوائز عاليه. شد حالك ياسر. صالح شد شد حالك. شد واحد شد ها شد. خلي يدك ورا. خلي يدك ورا. نزل يدك. نزل يدك. نزل كوعك. نزل كوعك. نزل كوعك. نزل 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 نزل. نزل كوعك. لا ترفع يدك. نزل كوعك. باقي شوي شوي باقي باقي شوي. لا نزل لا نزل. اثنين باقي شوي. احداد سبع ثلاث 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 ثلاث. خلاص طبعا انقلب البطل. شو اسمك؟ لا ما يضرب هني لك وصلك هني. اي لا ما يصير. يدكم قصيره يا الربع. اهم شيء اهم شيء انه لكن ما عليه معوض خير. انت عندك عندك الرقم. حيوا ياسر يا جماعه. يستاهل يستاهل. صالح ايضا تحيه. حيوا ياسر. حياك معنا ياسر. حياك. اقرب ياسر. نفس ما انت تعرف خلي الرقم معاك. ثلاث فئات. صناديق المبيته والصرار والشيء الثالث اللي هي المخالي. عارف الحين ولا نشرح لك مره ثانيه؟ يحتاج ولا ما تبي الصرار؟ يا الله يا اخي جرب يا اخي يمكن يا اخي قول اهل الله. قول اهل الله يا اخي. يمكن يمكن هالمزيون هذا يكون من نصيبك. والله انك تغري اللي قارك. والله يا اخي يمكن. تعرف كم قيمته؟ هو اي معروفه. شوف ياسر انا بقول لك شغله. ما عليك من خالد. ما عليك من خالد. طيب الاثنين اللي قبل اختاروا وشفت بعينك. القناعة كنز لا يفنى. تبي الصرار تبي المخالد. يمدور الهين. ها يمدور الهين. خلاص صرار صرار قنوع. زين اختار لك صرار. رجال قنوع. صرار صرار صرار. اختار لك صرار. في ثقيل وفي خفيف. بس ها تختارها لمس. تعال من هنا. تعال من هنا. حياك هني. من غير ما تقايس ولا توازن تاخذ لك واحدة وتقول لنا كم فيها. وتفتحها قدامنا. وتفتحها قدامنا. يلا. بسم الله. طيب. في رقم هني. في رقم. كم الرقم اللي فيها؟ 1000 ريال. فيها 1000 ريال. يستاهل يستاهل. طلعهم طلعهم هشوفهم. ورنا خلنا نشوف. خلنا نشوف. عشرات. تبي تعد؟ ها يمكن تطلع قاصره. لا رجال في دراسك. لا الف الف مبروك ياسر. حيوا يا الربع.
لكن يا خالد انا اقول لك شغله، ياسر شخص قنوع، اللي قبله اطمعه، خذ الألف واقتنع فيها. ياسر انا عندي 500 اذا ودك نبدل عقب شوي بالعشرات. عنده دكان ترى. الحين يا خالد، الحين قرعه ثانيه، قرعه جديده. يلا يا جاسر، جاسر تفضل ونقول بسم الله. بس انت تثبط يا اخي، خلهم شوي، خلهم يغامرون يا اخي. ثالث يوم عاده ما راح البحوث. لا تقعد تخلي ربعنا يخسرون، خل على الاقل العوض ولا الحريمه. امس واحده راحت زين يا اخي بعد الحريمه. انا اقول العوض ولا الحريمه. لا والله مدور الهين، انا شخص قنوع يا اخي. لا 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 لا، انا جاسر. الرقم الاول اللي معانا 178. 178 وينه؟ 178. اوه اهم شيء اللي خلى الجوالات بس. تعال تعال تعال، يلا حياك حياك. الرقم الثاني يا جاسم، حيوه حيوه حيوه. يستاهل يستاهل. حياك حياك. رقمك نشوفه، شوف رقمك ولا نسيته؟ 178. طلع الكاميرا بس، صح ورا الكاميرا. الرقم الثاني، الرقم الثاني 59. 59 وين 59؟ لا لا لا، منافسة جديدة خالد. لا منافسة شكلها بتكون ما يحتاج. زين تروح ولا روح؟ أنا أروح. لا خلاص أنا الحين أنا الحين. لا لا روح روح. يلا أنا كيف بروح. توكل على الله. نعرف 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 باسمك أول شيء. يا مرحبا. نعرف باسمك. عبد الرحمن النابت. عبد الرحمن يا مرحبا. يا عبد الرحمن نعرف باسمك. ناصر النابت. ناصر يا مرحبا يا ناصر. خالد بس دقيقة، بس دقيقة يعني أبش لأن ما أعرف وين بوقف. هي الربع صد ردة. طيب بس قول لي اختار رقم من 20 لين 30. من 20 ل 30 اختار بسرعة، مو مشكلة، هذا ما لخص. اختار 28. 28 كم تختار أنت؟ 20. 28 20 48. 1 2 3 4 5 6 7 8. احسب احسب. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. خالد تروح بعيد. 24 النص 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 لأنه بطلع برا الاستديو الربع. تعالوا من هنا، تعالوا من هنا. نفس ما احنا نعرف، واحد على يميني واحد على يساري، واحد على يميني واحد على يساري. صده برده. تروحون عند خالد، زين تروحون عند خالد جاسر وترجعون على طول. ها خالد لحظه لحظه لحظه. يلا نبدا. جاهزين؟ ابغي لحظه. جاهز؟ جاهز. من اللي بيفوز تهجون؟ جاسر ابيك تساعدني. اول شيء ايش اسمك؟ ناصر. ناصر هو عبد الرحمن. عبد الرحمن ولا ناصر يا جمهور؟ عبد الرحمن ولا ناصر؟ عبد الرحمن وناصر. تروحون تضربون يد خالد وترجعون. خالد افتح يدك يا خالد. تضرب اليد اليمين وتضرب اليد اليسار. 1 2 5. وين محتاج خمسة؟ خمسة ايش فيكم مستعجلين؟ 1 2 3. كفو كفو كفو. طارت الغترة وطار العقال وطارت أغراضهم. عبد الرحمن جيب غترتك، جيب غترتك. تعال يا ناصر، تعال يا ناصر. ألف 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 مبروك لناصر. حيو عبد الرحمن، يعطيك العافيه وخيرها بغيرها ان شاء الله. بيض الله وجهك يا عبد الرحمن. الله يحفظك. بيض الله وجهك. انت ناصر ولا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. عبد الرحمن باركوا حق عبد الرحمن، يستاهل. انا لان قلت ناصر. زين حياك بالنص بيننا ابو عوف. ابو عوف عارف النظام، ايش تختار بين الثلاث فئات؟ المخلاة ولا السره ولا الصندوق المبيع؟ انت، انا بقول لك انت اختار. انت اختار، لا حد يضيعك ترى. هم شوف اذا ما فزت هم ربعك اللي بيضيعونك. لا لا خالد، هم بيدفعون له. صندوق مخالي صرر بسرعه. لك شديد. صندوق مخالي صرر. صندوق مخالي صرر. عندك كم عمرك؟ كم عمرك؟ لحظه 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 يا ربع. خلنا نسمع خلنا نسمع. كم عمرك؟ 13. بقول لك 5 سنين على ما تاخذ الليسن تقريبا. بس يعني بولارس عبري. 18.
18 خلاص. يعني تبي الصندوق اكيد ها صندوق ولا صبر يا خالد خلنا ناخذ قرار النهائي صندوق مخالي صرر اقول لك عبد الرحمن صندوق خلاص رايح صندوق. صندوق لا ناوي عبد الرحمن انت داري ان الصندوق بدون احتمالات والسؤال راح يجيك على ورقه اكيد يعني خلاص متاكد ها ان شاء الله خلاص عندك يا خالد روى السؤال لا تقرا السؤال لكن اقراها شنو وش هي هالكلمات خالد. الثلاث هذه شنو هي يعني شنو ثلاث كلمات حد عنده ثلاث كلمات هذه وش هي طبعا مشاهدينا الكرام السؤال ظاهر امامكم على الشاشه لكن مش ظاهر للحضور الكريم ها ندمت على الخيار اللي اخترته بعد الميكروفون شوي انا شنو هي هذه طلب مني اوخر الميكروفون شوي عنه ها خلي يفكر ما تسالني فيها اشياء ما ادري انا عندي الجواب لحظه خالد صبر شوي احنا قلنا من مساعه القناعه كنز لا يفنى خلاص ليش الواحد يروح حق الصناديق المبيته ولا المخالي يلا ارفع الكرت لا تراوي عندك سؤال ولا ما عندك جواب اقول ولا ما عندك ها عندك ان شاء الله شنو الجواب خالد عندك ها صبر شوي انا افكر يلا فكر خليك فكر خلاص لان خنعد من 10 واحنا نازلين مع الجمهور ليه ما يفكر 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عبد الرحمن جوابك عندك ولا ما عندك ان شاء الله نقول السؤال للجمهور قول الجواب وبقول السؤال للجمهور قول الجواب خلاص بيض الله وجهك يا عبد الرحمن على كل حال مايكين عشان الجواب يطلع مايكين يلا ما عندك خالد ها الهيل قال الهيل اذا الجواب خاطئ السؤال الله يعطيك العافيه عبد الرحمن اخواني المشاهدين واخواني الحضور يقول ما هي الثلاث اماكن التاليه بالعروق العد الغربي والحربه تعرفونها ما هي بالعروق العد الغربي والحربه وش الثلاث اماكن هذه لا شنو هي وش الاماكن هذه اللي قاعد اقولها انا هي يا خالد هي مغاصات للؤلؤ قديما هيرات بحريه زين اذا هذه موجوده هي يا خالد في خريطه العسيري وهي في المياه الاقليميه القطريه الحين خيرها بغيرها اكيد نقول خيرها بغيرها وللاسف لكن يا خالد انا اقول وحضورنا الكريم ومشاهدينا للمرة الثالثة على التوالي القناعة كنز يا خالد لا يفنى ليش تروحون حق الصندوق وعندكم المخالي وعندكم الصرر طيب نكمل الحين باقي لنا سبقة أخيرة ولكن راح تكون أكيد بعد الفاصل بعد الفاصل مشاهدينا الكرام حضورنا الكريم راح يكون في إثارة كبيرة على التمبا مشاهدينا الكرام فاصل ونرجع وصلنا إلى الفقرة الأخيرة فقرة البلنتيات في طبعا ثلاث شوتات لكل متسابق راح يسحب رقمه أخونا جاسر خلي الكرة في الأرض ولا تهون وعطنا رقم يمكن راعي الرقم بالنهاية يدعي لك خالد ايش رأيك تجرب في طلماء لا جرب أنت يا أخوانا في الفاصل طيرت الكرة ورا الديكور أنا صراحة بخلي الكرة بعدين يقولون ما شاء الله عليك صباح مولع في الجامعة في الكورة أنا أخاف ينظروني يا رجل
الرقم. أول رقم معانا 94. 94. أوه حياك حياك يا مرحبا. لا شكل لاعب شكل لاعب. تعال تعال. أمس يا خالد كنت موجود في الحلقة، في واحد من الشباب جاب 230. يا مرحبا حياك حياك. تعال نتعرف عليك أول شيء. اسمك؟ عبد الله بن عبد الرحمن محمد. عبد الله عبد الرحمن محمد، يا مرحبا يا عبد الله. الرقم الثاني يا جاسر. 220. 220. ياكم من هناك ياكم. الحمد لله في توازي في الاختيارات اليوم يا خالد. هذه قسمة حياك بسيط. حياك. لا لا خالد يخلي جواله عشان ما حياك حياك يا مرحبا. يقول لك الجوال ساعات يخرب على الشوت، يخرب على التوجيه شوي، لازم التركيز يكون مضبوط. جوالك مخباك صباح؟ مخباي. ابتعد شوي عن ال تبغي؟ السلام عليكم. ابتعد شوي عن ال 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 على المتسابقين. مرحب. علشان ما عندنا عبد الله وعندنا عندنا عبد الله وعندنا جابر المري. جابر والله هنا. عبد الله وجابر شوته بشوته بينك انت وعبد الله. عبد الله يا جابر. لكن البدايه راح نبدا عند عبد الله لانه هو اول واحد اخترناه، فهو يبدا اول شوته. عبد الله تعرف تفسخ النعال؟ توكل على الله افسخ نعالك. حطها منك حطها منك. ونفس ما احنا نعرف مشاهدينا الكرام عندنا ثلاث فئات 60 و30 و10 وبنلعب شوته بشوته. عبد الله تلعب كوره؟ لا لا لا، لكن ان شاء الله الحين تجيبها وتجيب في الستين ان شاء الله. ان شاء الله. يلا ابدا توكل على الله. اول شوته مع عبد الله. سمب الرحمن روح. حلو 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 حلو. جابر خلنا ترجع تشوت الحين. ترجع تشوت الحين. سمب الرحمن يا جابر لك في الكوره يا جابر ولا لا؟ ما لهم بالكوره. ما تلعب كوره؟ لا والله ما. خالد جرب سمب الرحمن وشوت. يلا اوكي. 10 عند عبد الله. 0 هناك. تعال هناك. 10 نقاط لعبد الله. اسحم شوي جابر. اسحم ولا نقطه لجابر. بس نرجع مره ثانيه عند عبد الله. عبد الله سمب الرحمن وانطلق. حلو حلو. الربع كلهم يدورون الهين. انا اقول لك جابر يلا بسم الله. بعد 10 0 اوكي صفر. الحين اخر شوته اذا جابها. تعال تعال جابر عليك. جابر تعال عندي. عبد الله خليني اقول لك شغله، اذا جبت 60 خلاص تفوز، لكن بتجيب 60؟ لا اذا بلا صح خالد. والله صادق لانه ممكن 10 اذا جاب 60 معليش صح. يلا عبد الله عندك روح. بسم الله. لا اخر شوته. تعال تعال اوكي لحظة شباب لحظة بقول شيء. لحظة إذا جبت 10 اسمع يا جابر. جابر إذا جبت 10 راح ترجع مرة ثانية تلعب مع عبد الله شوته بشوته. يلا يا جابر. لين اللي فيكم يتفوق على الثاني. يلا إذا جبت 30 فزت. 30 تفوز على طول. صبر جابر شوف الجمهور بيغشونك في الكورة يعني ولا. يلا يلا بسم الله. راحت عليك راحت عليك. يعطيك الف عافيه يا جابر. مبروك لعبد الله. حيو عبد الله يستاهل. تعال تعال عبد الله. انت عطوي هيك الكاميرا. انت مالك بالكوره وفزت عليه. الله بالحظ فالله تستاهل. نفس ما تعرف عندنا ثلاث فئات يا عبد الله. لا 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 هني صح نسيت. لا 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 لا, لا. هني على طول على البحوث دايركت. انا خلاص ما عاد في كروت في يدي الحين. الله يسلمك يا عبد الله. تختار لك مفتاحين من اصل 9 ولا 10 مفاتيح عندنا؟ 9 من اصل 9 مفاتيح موجوده عندنا. اوكي طيب مفتاحين تاخذهم وتروح فيهم عند البحوث من غير ما تخفيهم، يكونون في يدك المفتاحين ونتوجه احنا معاك على البحوث. تحاول تفتحها بالمفتاحين اللي عندك. يلا اذا واحد منهم فتح فهو من نصيبك. واضحه؟ يلا واضح. سمب الرحمن يلا وركز. قول يمكن اللي خش المفتاح وين ممكن يحطه. خذ اثنين. واحد واحد
اختيار كان سريع. اختيار سريع. جاسر ولا تهون؟ ما في. روح السيارة. توكل على الله. شجعوه. تعال. أمس ما تعرفون مشاهدينا الكرام، الاختيار تم باختيار مفتاحين من 9. قرب يا عبد الله. قرب. بس خلنا نشيك على الباب. الباب مقفول. شجعوا 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 شجعوا. الحين الحين يا عبد الله خلنا نسمع قلبه يطق. والله يا جماعة قلبه يطق بالقوة والله. ما شاء الله الله يعبد. والله حتى احنا قلوبنا تطق. تستاهل يا عبد الله. طلع اول مفتاح. بسم الله. لا تلصق في الباب علشان الكاميرا اللي هناك تاخذ لفة مفتاحك. ايوه. وقف هنا. حط المفتاح. قبل لا تلفه دخل المفتاح كله. ما يدخل المفتاح. دخل عدل. خلني بس. حطه عدل حطه عدل لازم يدخل. هذا المفتاح دخل. حاول تفتحه. الحين سم بالرحمن ولف. يا الله ياخذه. ما يلف خلاص ما طلع لو سمحت وعطني اياه. المفتاح الثاني. ولا توني جاسر. يده ترجف واعتقد ان قلبه يدق باسرع دقات يمكن مرت عليه في حياته. يلا عبد الله سم بالرحمن حط المفتاح وجرب انك تلف وقول ان شاء الله يكون من نصيبك. يلا يلا يكون من نصيبك. بس لحظه اذا اذا اخذته اذا اخذته ايش بتسوي فيه؟ ابيعه ولا اخليه حق العديد ولا شيء؟ يلا يمكن يبيعه ولا يخليه حق العديد. سم بالرحمن ولف المفتاح. للأسف 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 يا عبد الله أن زي. المفتاح الثاني خالد ما فتح. خلينا نجرب المفاتيح اللي هني. أنا البارحة مع أول مفتاح خذته فتح معي على طول. يلا نجرب الحين. صباح ايش رايك أنت تجرب؟ أنا البارحة ما شاء الله كنت موفق لكن للأسف عاد يعني عاد أنا حظي مو بحلو. يا أخي يمكن تبارك بوجودي معاك. زين. بسم الله. عاد آخذه ولا ما آخذه؟ قرب شوي. لا ما تاخذه يا اخوي انا امس فتحت ما اخذت شوي شوي واخر عن الكاميرا قاعد عشان الكاميرا بس يا عبد الله ولا تهون اول مفتاح لا حظي مو بحلو نفسك زين اوكي جاسر ها اختار لك انا ها يود هذا واحد ثاني يلا والله هاي شكله سم بالرحمن بسم الله على العموم ترى حتى لو فتح معك ما خالد فتح الباب خالد سالفتك يا جماعة السر ترى مو بصباح السر فيني أنا تبارك الرحمن من أخذ المفتاح بيدي فتح حيوني يا جماعة استاهل جاسر الله ليهينك استاهل يا عبد الله جزاك الله خير عبد الله يعطيك ألف عافية يسلمك يمناك يا عبد الله جزاك الله خير والأرزاق مكتوبة عند ربك بيض الله وجهك مشكور مشكور إذن مشاهدينا الكرام عبد الله حاول اليوم من خلال أربع مسابقات أربع مشتركين للأسف ما حالفهم الحظ نقدر نقول أنها ممكن تكون حظ وتوفيق من الله سبحانه وتعالى سبحانه. ممكن تكون ممكن تكون أنه والله نقول نرجع ونقول قناعة القناعة كنز لا يفنى أنا هاي اللي كنت بقول لك يا خالد واللي اقتنع خذ الصرة واقتنع باللي عنده خلصنا من اليوم وموعدنا معاكم يتجدد باكر في حلقة جديدة مع زكري مع السلامة بمان الله